العدوى بعنوان من هجمات السيبرانيه نحموها من التخريب. نتكلموا على تخصصات واحده اخرى، نتكلموا على تخصص نقدر نقولوا 100% راك معايا كبشر، ولكن في الحقيقه لها لحظه اكثر من 24 مليون فاصل 5 من الجزائريين مرتبطين بشبكه الفيسبوك، 44 مليون فاصل 2 مرتبطون بصوره. كلكم شاهدتم ولربما الصور المفضله كلكم تعرفوا مؤخرا. وانطلقنا اليوم باول ندوه حول الامن السيبراني، هذا الموضوع الذي يشكل من الاهميه ما يجب ان نناقشه مع المختصين. حضر معنا اخصائيين من السلك الامني واخصائيين من السلك الاكاديمي، وكذلك كان بعض المختصين من المتصلين عن بعد. امن السيبراني وكل ما يتعلق بالفضاء الازرق الذي لاحظنا في السنوات الأخيرة أنه أصبح يجلب العديد من المخاطر للمجتمع بكل شرائحه، وهنا سلطنا الضوء على شريحة الطلبة، شريحة الطلبة التي هي مستهدفة من عديد من الجهات سواء كانت داخلية أو خارجية، عن طريق تطبيقات وهمية، عن طريق التواصلات الفيسبوكية والإنستغرام وتيك توك، واتصالات ممكن فيها إغراءات مالية التي من خلالها يحاولون جذب الطلبة والتلاميذ إليهم بطريقة غير شرعية.